أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل منزلة وقدرا، مكة أو المدينة؟ نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم: أيهما أفضل منزلة وقدرا، مكة أو المدينة؟ هذه مسألة خلافية من حيث الأفضلية، هل مكة أفضل أم المدينة؟ جماهير أهل العلم على أن مكة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فضل المدينة على مكة وله أدلة فيها، والصواب مع قول الجمهور أن مكة أفضل.